تزايدت الضغوطات الدولية على أوكرانيا بعد محاولتها قمع مظاهرات منددة بتعليق اتفاقية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي ورفض برلمانها إجراء اقتراع على سحب الثقة من الحكومة، حيث دعا كل من حلف الأطلسي والولايات المتحدة الحكومة الأوكرانية على احترام حق التظاهر السلمي. نحن ندين استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في أوكرانيا، وندعو كافة الأطراف الامتناع عن الاستفزازات والعنف. نحث الحكومة الأوكرانية على الإنصات لأصوات شعبها الذي يرغب في العيش بحرية واسعة وازدهار. نحث كل الأطراف على التعبير عن أنفسهم سلميا، ليس للعنف مكان في دولة أوروبية حديثة. أما الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش فقرر الابتعاد عن المشهد الداخلي الملتهب بزيارة إلى الصين تستمر 3 أيام. ماريا كورينيوك مراسلة قناة يورونيوز في كييف تقول: مجموعة صغيرة فقط ضمن آلاف المحتجين الذين جاءوا إلى مقر الرئاسة يعتقدون أن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش سيستجيب لمطالبهم بإقالة الحكومة. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء مسبقا إنه مستعد لإحداث بعض التغييرات على حكومته دون توضيح مضمونها.